رحيق من النبأ العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا في حلقة إن شاء الله تكون نافعة من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. اليوم مواصلة الحديث عن القرآن المكي. أطلنا الحديث فيه لأنه لا بد أن نفهم هذا كي نفهم السورة وطبيعتها ومحورها وشخصيتها. سورة الفرقان مكية، ولأجل هذا تكلمنا في القرآن المكي أكثر، وسنربط بين سورة الفرقان وسورة النور. سورة النور مدنية، ولأجل هذا لا بد أن نعرف الفرق بين المكي والمدني. تكلمنا عن القرآن المكي وأنه يركز على ثلاث محاور، اللي هي إثبات الألوهية، طبعا التوحيد، ربوبية، والأسماء والصفات. هذا توحيد، جانب التوحيد، ثم جانب الرسالة، توحيد الرسالة أيضا، وهو إثبات أن الرسل كلهم أبناء علة واحدة، ثم إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس. المحور الثالث هو إثبات البعث بعد الموت، وهو اليوم الآخر وما سيكون فيه من أحداث. تكلم القرآن المكي كثيرا عن هذا وركز عليه، فهي محاور مهمة جدا. لكن سنلاحظ أن بعض الصور أخذت جانبا معينا من ذلك. فمثلا لو أخذنا سورة الأنعام سنجد أنها ركزت على مسألة الألوهية، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، إلى آخر الآيات. ستجدون أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يركز على جانب التوحيد، وإن كان يمر على بعض الأشياء، لكن المحور الأصلي أقصد هو جانب التوحيد من جانب الأسماء والصفات والقدرة والسيطرة على العالم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى آخر ذلك. سورة النحل وهي مكية أيضا، لكنها أخذت جانبا آخر، وهي الحديث عن النعم. لأجل هذا سميت سورة النحل أيضا بسورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى سرد فيها نعما كثيرة من أولها من الأنعام والسماوات والنجوم والجبال والبحر وما سخر فيه، والنبات والنحل والأنعام، وكل تقريبا النعم، حتى أنه تكلم فيها عن كفران النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فالشاهد أن سورة النحل تكلمت عن جانب إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وسيطرته أيضا على الكون من خلال ظهور النعم وتجددها وكثرتها وإحاطتها بالناس. حتى فيها ذكر في سورة النعم أو سورة النحل ذكر فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكنه ختمها بإن الله لغفور رحيم، بخلاف سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سور أخرى من سور المكية كان التركيز فيها على القصص أكثر من يعني إثبات الوحدانية وإثبات الرسالة عبر سرد القصص، التي هي قصص الأنبياء السابقين مثل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب إلى آخر ذلك. والجانب آخر اللي هو من السور المكية ركزت على اليوم الآخر، يعني يكون فيها واحد اللي من يوم يقرأها يرى أنها تشخيص لليوم الآخر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت، قاف والقرآن المجيد كلها تتكلم عن ويوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، تتكلم عن اليوم الآخر. إذا أخذنا هذا المجمل، يعني أنا لخصت الآن ما ذكرناه في الحلقات الماضية، إذا جمعنا هذا المجمل سنجد أن سورة القيامة سورة الفرقان تقريبا أحاطت بهذا من عدة جوانب. يعني تكلمت عن المحاور تقريبا الثلاثة أو الأربعة كلها، فهي تكلمت عن وحدانية الله سبحانه وتعالى في أول السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه السورة الآية جمعت الإثبات الوحدانية، بعدها طبعا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير، هذا التوحيد. والرسالة من ضمنها، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه النذارة وهذه الرسالة.
ثم تكلم أيضا في خلال السورة عن الرسالة، وقالوا ما لهذا الرسول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إلى آخر ذلك. ثم تكلم بالقصص، لكنه جاء بالقصص يعني باختصار، لم يذكر فيها تفصيلات كثيرة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يعني كل القصص جاءت يمكن تقريبا في 4 آيات مختصرات جدا، في قوم نوح وثمود وعاد، لكنه بإشارات يعني لم يفصل فيها. وتكلم عن اليوم الآخر أيضا في آخر السورة، الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر السورة، فيتكلم فيها أيضا عن اليوم الآخر. فإذا سورة الفرقان، لأن كونها مكية كان من الواضح جدا أنها تتكلم عن هذه المحاور وتدور حولها. لماذا؟ لأن القضية قضية ترسيخ إثبات القاعدة التي ستبنى عليها في السور المدنية. السور المدنية معظمها ليس فيها إلا، طبعا هي تشتمل على التوحيد وتشتمل على القصص أحيانا أو باختصار، وأيضا تشتمل على الحديث عن اليوم الآخر ولو بالإشارة، مثل سورة البقرة مثلا يقول الله سبحانه وتعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ويتكلم دائما عن اليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي أول سورة البقرة ذكر هذا. فإذا ليست القضية قضية ترك مجمل، يعني لا يظن أحد أنه إذا قلنا المكي يعني لا يتكلم عن التشريعات، لا، بل وردت فيه بعض التشريعات، وردت فيه الصلاة مثلا في القرآن المكي، لكن القرآن المدني ركز على التشريعات بالتفاصيل الأكثر. يعني لو أخذنا سورة البقرة كمثال سنجد فيها تشريعات كثيرة شرعت فيها لم توجد ولا توجد في القرآن المكي. لعلنا نكتفي بهذا في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.